تايم بلش يزهق من حياته، لا صار كثير ما والله كثير بيحبوه، حلوين مع بعض. حلوين مع بعضهم. برجع بقول لك الشكل ما هو الأساس، بس هو بلش في مشاكل، يعني تايم ووفاء ضعيف الاسم، بس بالشغل قوي، تايم من أقوى الأسماء. من أهم الأسماء، من أجمل الأسماء. العبد يعني عبد الله لما معناه. من أجمل الأسماء، وأنا بنصحه لكل ولد هلأ بيخلق. والله تايم اسم تايم من أحلى اسم، يعني أحمد، في طلاق بين وفاء يعني في وتايم؟ انفصال يمكن قبل طلاق، يعني ما بنلاقيه في مثلا ولد؟ ما في لو ولد؟ صار في ولد، أنا عم بعطيك بحياته، ما عم بقول لك أنا بكره يطلقوا، بس الوضع هلا هو مش مستقر، يعني حسب ما مبين الوضع مش مستقر، هو عنده دائما توتر، عنده توتر، ما بعرف في شيء حيتغير بحياته.